أيها الإخوة في الله، إن الإمامة في الدين منزلة عظيمة، منزلة عظيمة ومكانة كبيرة وكريمة، لا تنال إلا لمن كانت له قدوة عظيمة. فمن القدوات الصالحة والأسوات الواضحة الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. ولهذا لما عد الله عز وجل جملة من الأنبياء والمرسلين في سورة الأنعام أعقبها بقوله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل من إخوانه من الأنبياء والمرسلين قدوة له في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به والصبر والمصابرة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولقد قص الله تبارك وتعالى علينا في محكم التنزيل وأقرأناه بالترتيل قصصاً فيها عبرة لأولي الألباب وقدوة لذوي الفضل اللباب، فهي بحق معيار للآداب ودليل إلى الصواب. فما أحوجنا إلى التأمل بآي السنة، بآي الكتاب ونصوص السنة من النبي الأواب صلى الله عليه وسلم. فمن نال الإمامة في الدين وأمرنا باتباعه من المرسلين، ممن نال الإمامة في الدين وأمرنا باتباعه من المرسلين، نبي الله إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه في الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة، وقد سمعناها في صلاة المغرب: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وهذه منقبة عظيمة لإبراهيم عليه السلام، فقد جعله الله للناس إماما وجعله للأمة أسوة لزاما وللصالحين المتبعين زماما. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وإن الإمامة في الدين نضر الله وجوهكم لا تشترى بالمال، وإنما بأدب القرآن والسنة والوحي والجمال وأخلاق الرجال والجلال، ولا تنتزع بالقوة، إنما تكون بالقدوة، ولا تنال بالجاه والحسب والنسب، إنما بالتخلق والصبر واليقين والطلب، وجماع ذلك كله بالتقوى والعلم والدعوة والصبر واليقين والدعاء، كما في دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. فلو لم تكن الإمامة في الدين أرقى المنازل وأعظم المراتب وأسنى المناقب لما حصل الحث في الدعاء بها وتحقيقها. وقديما قال أهل العلم: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة، إلى قوله سبحانه: يهدون بأمرنا لما صبروا، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه صفات عظيمة ينبغي للمسلم أن يتحلى بها اقتداء بأنبياء الله ورسله.